مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بكم النهارده في حلقه جديده ومهمه جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر. في ظل الحرب المشتعله بين التجار والمصنعين، ياتي دور شركات الدعايه والاعلان. شركات الدعايه والاعلان يا جماعه حلقه الوصل بين المستهلك والشركه، او بين المستهلك والمصنع. يعني هي حلقه الوصل، هي اللي بتوصل، بتعرفك انهي المنتج اللي حضرتك تشتغل عليه او تشتريه او تروح تتعامل معاه. طبعا زي ما قلنا في حرب مشتعله كبيره شرسه بين التجار. فشركات الدعايه والاعلان لازم عشان تختار انت المنتج، لازم يعني ياتي دور الشركه الدعائيه او الشركه الاعلانيه، وهو طبعا كتير جدا في مصر. يعني ففي فرق بين شركه متاسسه صح، شغلها صح، وفي بين شركه لسه بادئه. فاحنا عشان حضراتكم يعني بنهتم باللي انتوا عايزينه، بنهتم بكل حاجه احتياجاتكم وكده، فاحنا جبنا لكم النهارده شركه كبيره جدا، شركه ماتيريال. وطبعا معايا ضيوفي اللي مشرفنا النهارده، الاستاذ محمد يوسف مؤسس شركه ماتيريال، اهلا بحضرتك يا فندم. والاستاذ السيد العدوي مدير العلامات التجاريه، اهلا بحضرتك استاذ فريد. طيب السيد، خلينا نبدا مع حضرتك وعرفنا ايه هي العلامة التجارية. احنا نقدر نقول أهمية العلامة التجارية تمام لأي مشروع أو أي بزنس خاص. تمام. دي بتبقى راس مال الشركة عموما. لأن دي هي اللي يعني نقدر نقول هي اللي بتحدد قيمتك في السوق. كشركة أو كمنتج أو أيا كان البزنس بتاعك. تمام. لأن دلوقتي أصبح المستهلك دلوقتي هو اللي يعني بيحدد جودة المنتجات عن طريق العلامة التجارية أو اللوجو أو الايدنتي بتاعت الشركة أو البيزنس بتاعك أو المنتج أيا كان. تمام. فدور العلامة التجارية ده أساسي، يعني مهم جدا لأي بيزنس ناشئ. إزاي أنشئ العلامة التجارية؟ بناء عليه أنا بختار العلامة التجارية بتاعتي. أيوة. إيه الشرايح المستهدفة من خلال اللي أنا هستهدفها من خلال العلامة التجارية؟ فالعلامة التجارية ليها اللي هي اللوجو أو أهميته بقى في الشركة إيه؟ هي تعتبر راس مال الشركه، يعني لان دي هي اللي بتحدد قيمتي فعلا في السوق. بمعنى ايه؟ انا مثلا لو داخل يعني مثلا احنا نتكلم عن مثلا شغل البراندات الكبيره او الكلام ده، انا بعرف هو براند ازاي عن من العلامة التجارية بتاعته. هنضرب بالزبط. مش عاوز اضرب امثله، مثلا هي شركات كبيره ضخمه، احنا مجرد ما بنشوف اللوجو بتاعها او الشعار بتاعها احنا عرفنا الشركه دي ايه. فلا، ده دور العلامه التجاريه مهم جدا لانشاء اي بزنس. جميل. طيب طب الفرق بينهم، يعني الفرق بين العلامة دي والعلامة دي وبين لا هو بص، يعني احنا بنقول السيجمنت، الشرايح اللي احنا بنخاطبها، يعني لان كل شركة بيبقى لها تخصص. تمام. يعني في شركة شغالة في مجال الأدوية، في شركة شغالة في مجال الملابس، في شركة شغالة التصميم بيختلف. في التصميم كل كاتيجوري او كل شريحة نقدر نقول بنخاطبها من خلال ألوان معينة، بنخاطبها من شكل اللوجو بتاعنا بتكوين معين. بناء عليه يعني اللوجو ده بيعكس ثقافه الشركه. يعني ده شكلي، هويتي. بالظبط. يعني انا ببتدي اعكس ثقافه الشركه، الرساله بتاع الفيجن والميشن او الرساله والرؤيه بتاعت الشركه من خلال اللوجو او من خلال الايدنتيتي بتاعت الشركه او من خلال المنتج. تمام. طيب الاعداد يا ريت معانا فيديو لشركه ماتيريال طبعا نعرضه.
مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني وهنرجع مع الاستاذ محمد يوسف. أنا محمد، كلمنا اكتر عن تاسيس الشركه ومجالاتها. شركه ماتيريال، احنا شركه ماتيريال للدعايه والاعلان والديكور، متخصصين في مجال الدعايه، لان احنا عندنا الموضوع من البدايه للنهايه بيتم عندنا داخل الشركه. عندنا فريق فنيين على اعلى مستوى داخل موجود جوه الشركه. الشركه قائمه على التنفيذ، احنا عندنا شقين في الشركه، شركه ماتيريال اللي هي للتنفيذ، وشركه ماتيريال سي ان سي اللي هي ستور. تمام، شغالين في مجال التنفيذ في اي حاجه تخص مجال الدعايه والاعلان، وشغالين في ماتيريال ستور على المنتجات الخشبيه. ده بالنسبه لشركه ماتيريال. طيب بالنسبه للخامات الخشبيه، ممكن حضرتك تكلمنا عليها اكتر؟ احنا دلوقتي موجود مجال جديد في على السوق، موجود في الدعايه والاعلان، اللي هو المنتجات الخشبيه. احنا حبينا ان احنا نكون متميزين فيه، اللي احنا نختار منتجات جديده بخامات مختلفه بتصميمات مختلفه تكون اللي هي مش موجوده في السوق، عشان اللي احنا نبتدي نفتح لينا مجالات مختلفه جديده. تمام. بنبتدي اللي احنا نشتغل من بدايه التصميم، او نبتدي نشتغل من بدايه اختيار الخامات عندنا، وبنبتدي كمان اللي احنا نشتغل من بدايه التنفيذ، يكون عندنا كل حاجه من البدايه للنهايه بخصوص المنتجات الخشبيه. طيب في منتجات تانية غير الخشبيه ولا؟ طبعا احنا المفروض الشركه متخصصه في مجال الدعايه والاعلان، اللي هي الواجهات. يعني احنا ممكن مثلا شركه جايه لنا عايزه تعمل واجهه ليها، بنعملها من البدايه للنهايه، من بدايه التصميم لحد التنفيذ لتسليم العميل. تمام. طيب لو حضرتك تقدر تساعد اي حد يختار الـ يعني الاختيار الافضل للمنتج. بص حضرتك، هو الفكرة اللي احنا مجالنا متشعب جدا، وفيه اختيارات كتير موجودة في السوق. احنا بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نوضح للعميل ونوصل له افضل حاجة وافضل خامة. تمام، لان طبعا في بدل خامة 3 و4 و10، لا احنا بنقول للعميل لا، حضرتك لازم تختار الخامة ديت، لان الخامة دي بالنسبة له هي دي الافضل. ممكن مثلا يختار من ناحية السعر، احنا بنقول له لا، احنا هنوفر لك من ناحية السعر، ونوفر كمان من ناحية الجودة الخاصة بالخامة. طيب تعقيب حضرتك على الصور اللي موجوده على الشاشه، ده اللوجو بتاع الشركه. طيب زي ما قلنا، طبعا قلنا في خامات تانية كتير زي خشبيه قلنا، وفي تاني كمان الخشبيه، ومجال الدعايه والاعلان اللي هو الواجهات والحروف البارزه والمنتجات الورقيه. تمام تمام، ده كله موجود داخل الشركه عندنا يعني. طيب لما حد يجي لحضرتك صاحب شركه وليكن، تمام ويعني عايز، لا انا عايز المنتج بتاعي وليكن خشبي او ايا كان هو، هل حضرتك انت بتدي له نصايح ولا بتنفذ الاوردر اللي هو جاي يقول لك؟ لا طبعا، هو احنا المفروض العميل بيجي يقول لنا، انا مثلا يعني مثلا بالنسبه للمنتجات الخشبيه، احنا ممكن مثلا يجي لنا عميل يقول لنا انا محتاج ان انا اعمل هديه مثلا. ايوه، هيقدمها مثلا لمؤسسه. احنا علينا، احنا اللي بنقول له احنا ممكن نعمل لك ايه، من خلال طبعا التصميم، من خلال الخامه، من خلال مثلا الكواليتي بتاع التقفيل بتاع المنتج. يعني احنا اللي بنقترح على العميل، لان طبعا العميل بالنسبه لنا هو بيجي لنا بيقول لنا انا عايز اعمل حاجه مش موجوده. ده دورنا احنا كشركه ماتيريال، اللي احنا نعمل له حاجه مش موجوده تماما، نكون نخليه اللي هو مختلف. لان طبعا حضرتك اي حاجه في المجال الدعايه والاعلان هي احنا المسؤولين عنها، اللي هي بتجذب نظر العميل. بالظبط. اذا كان مثلا في وجه العميل، اذا كان في الحروف البارزه، اذا كان في المنتجات الورقيه، اذا كان في المنتجات الخشبيه، احنا طبعا ده لازم نكون اللي احنا منفردين بيه، وبنعمل له حاجه مش موجوده تماما في السوق يعني. طيب ايه اللي بيميز ماتيريال عن شركات تانية؟ احنا طبعا عندنا فكره الجوده، والجوده معاها السعر، دي معادله صعبه جدا. دي معادله صعبه جدا، مش اي حد بيعملها طبعا. تمام، فاحنا جوده اعلى سعر اقل. فدي حاجه تكون بالنسبه لنا احنا متميزين بها جدا، وفي نفس الوقت احنا ملتزمين جدا بالوقت، لان احنا عارفين ان العميل بالنسبه لنا. احنا معانا صور برضو. تمام. ده ايه بقى اللوجو؟ ايه ده؟ المفروض ده كوستر. تمام، ده كوستر خشبي اللي هو بيستخدم تحت المج. دي مفروض علبه مناديل من تصميم شركه ماتيريال. تمام، دي ميداليات برضو، والميداليات ديت احنا عندنا بنعملها من خامات عاليه جدا. انا شايف حتى الجلد بتاعها عالي جدا. الجلد بتاعها جلد طبيعي. تمام، ده طقم مكتب من تصميمنا برضو، متنوعين يعني. وبنختار كمان الخشب، وبنحط حاجات مختلفه بالنسبه للمنتج عشان نطلعه بالشكل وبالصوره اللي موجوده حاليا. طيب حضرتك معاك مصانع بتصنع الحاجه دي ولا بتستخدمها مصانع ثانيه او بتتواصل مع مصانع؟ البروم اللي اتعرض طبعا بيوضح ان احنا التصنيع موجود عندنا يعني احنا احنا من البدايه، يعني احنا بنشتري الخامه بتدخل عندنا وتطلع في الاخر منتج للعميل. فاحنا الموضوع عندنا لا، من البدايه للنهايه، يعني احنا عندنا المصنع بتاعنا خاص بالشركه. جميل، يعني تصميم تنفيذ برضو عندنا، عشان كده احنا بنقدر ندي جوده وبنقدر ندي سعر كويس.
طيب جميل. كان في حضراتكم البوكس اللي وزعتوه في العيد، فممكن تكلمنا عليه اكتر؟ احنا عملنا فكره كان في عيد اللي فات، تمام، وكان في العيد الصغير والعيد الكبير. فالعيد الكبير الحمد لله عملنا من خلال ماتيريال ستور، عملنا بوكس هديه ممكن مثلا العميل بيختاره لحد عايز يهدي لي ايا كان هو مين، تمام. فاحنا عملنا البوكس دوت، نزلناه من خلال صفحه ماتيريال ستور، الحمد لله وسعناه تقريبا في القاهره واسكندريه ومرسى مطروح، تقريبا على جميع المحافظات اللي موجوده في القاهره او في مصر عموما. يعني كانت فكرته ليه هو كان بوكس خشبي، تمام. احنا معانا في الصوره فيه لو ممكن الاعداد يعرضوها، ممكن نجيب البوكس لو جماعه. هو بوكس خشبي، طيب وعملناه بطريقه مختلفه. هو في بوكسات كانت موجوده في السوق كتير، حبينا ان احنا ننفرد يعني. فاحنا عندنا الشركه في قسم التصميمات، لا هو مش ده، لا المناديل. في بوكس تاني عندك اللي فيه الدبدوب، طيب تمام. تمام. قسم التصميمات عندنا بصراحه محترفين جدا، قاموا بالتصميم دوت واشتغلوا عليه، تمام. لان احنا عندنا الاول المصممين الاول بيبتدوا يشتغلوا على التصميم، بيطلع الاول بالنسبه لنا، وبعد كده نطلع الماكت بالشكل دوت. اشتغلنا عليه من خلال اللي هو احنا يكون المنتج شكله مختلف بصوره مختلفه تماما اللي هو يتقدم للعميل، طبعا من خلال الخامه. الخامه طبعا اختيارنا مثلا الالوان يكون شكل مختلف، تمام. المحتويات بتاعه البوكسه كمان مختلفه، تمام. وقدمناه للعميل وطرحناه في السوق، والحمد لله لقينا المنتج قبول كويس جدا يعني. الحمد لله. طيب افكار لشركه ماتيريال المستقبليه ولا؟ طبعا ان شاء الله باذن الله عندنا الفتره اللي جايه ديت شغالين في حاجه اسمها مركز خدمه ماتيريال. احنا دلوقتي احنا شغالين المفروض للعميل مباشر، بس حابين ان احنا كمان اللي احنا نتشارك مع الشركات اللي موجوده، يعني المنافسين لينا، اللي هو ما يعتبرش اللي احنا بالنسبه لنا اللي هو المنافس ونخش في الحرب دي. لا، وضح لي النقطه دي اكتر. احنا مركز خدمه ماتيريال دوت احنا ان شاء الله هنأسسه الفتره اللي جايه ده، تمام. لشركات الدعايه والاعلان، تمام، اللي احنا برضو اللي هو يخليه برضو متميز زينا. ما ينفعش اللي هي شركه ماتيريال هي منفرده مثلا من ناحيه الجوده والشغل المنتجات، لا، احنا عايزين كمان الشركات اللي موجوده تكون معانا في نفس المساحه، تمام. فاحنا ان شاء الله بنأسس دوت الفتره اللي جايه، هيبقى اسمه مركز خدمه ماتيريال، وان شاء الله هيكون على مستوى الجمهوريه كلها. هيبقى عندنا فنيين بينفذوا شغل للشركات الدعايه والاعلان ذات نفسهم، تمام، وبيقدموا الشغل ده هو الشركات بقى الدعايه والاعلان، اذا كان شركه اصلا موجوده في السوق او شركه لسه عايزه تنشا تبقى موجوده، احنا بنقدم لهم الفرصه ديت اللي هم بيبقوا موجودين من خلال الخبره اللي موجوده عندنا. طيب الشركات اللي يعني هتساهم مع حضراتكم، ده التساهم هيبقى ازاي يعني؟ هل هيبقى هو عبارة في شراكه معينه؟ ممكن نعتبرها زي شراكه، تمام. هو عباره هيكون بيننا وبينهم اتفاق، تمام، اللي هو هيمشي اللي احنا الخبره اللي موجوده عندنا احنا هننقلها للشركه عندكم، تمام. فهو ده اللي احنا المفروض اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه الفتره اللي جايه. طب شركه ماتيريال ليها قد ايه في السوق يعني، او من امتى في السوق؟ احنا المفروض بدايتنا من 2017، تمام، بس احنا المفروض داخلين في المجال من 2011، بس كاسم من اسم شركه ماتيريال من 2017، انما احنا كبدايه في مجال الدعايه والاعلان من 2011. طيب مين صاحب فكره ماتيريال؟ انا. حضرتك حضرتك اصلا كنت في المجال قبل ما انا كنت في المجال، بس انا كنا في مجال الطباعه عموما اللي هو طباعه البانر والفليكس والمنتجات ديت، فانا بصراحه بحب مجال التصنيع، انا شايف لان كمان حتى كمان الدوله اصلا بتشجع على مجال التصنيع، وهي الدوله بتساعدنا بصراحه اللي احنا نخش في المجال ده بسهوله جدا، المجال التصنيع. احنا كمان مثلا من ضمن احلامنا ان شاء الله اللي احنا نوصل لها، اللي احنا يكون عندنا فروع في الدول العربيه، ويكون كمان عندنا تصدير للدول العربيه. جميل. للمنتجات اللي عندنا. وكمان ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون عندنا قسم جديد موجود، قسم الجلود والعلب الهدايا اللي هي بالجلود المختلفه، تمام. وان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو هنودي حاجه زي كده لخارج مصر ان شاء الله، من باب اللي احنا ننشر المنتج المصري بتاعنا. جميل طبعا. طيب هل ليكم فروع في كل محافظات مصر ولا دي ان شاء الله الفتره اللي جايه شغالين عليها؟ طب فروع حضراتكم حاليا فين؟ احنا ان شاء الله حاليا دلوقتي اسسنا في طنطا. الاساس في طنطا. ده الفرع الرئيسي. بس احنا طبعا عشان التكنولوجيا اللي موجوده حاليا الاونلاين بقى ربط مصر كلها بحاجه واحده، احنا شغالين اونلاين الحمد لله على مستوى الجمهوريه كله من غير منافذ، يعني احنا من غير ما يكون لنا منافذ شغالين على مستوى الجمهوريه كلها من خلال الاونلاين بالظبط، اللي هي صفحه ماتيريال ستور. طيب حضرتك لو هتكلمنا اكثر عن المجال، مجال الدعايه والاعلان، شايف يعني افكار تطور المجال بما ان حضرتك في المجال من فتره يعني. بص حضرتك انا شايف اللي هو الموضوع كله معتمد في البدايه، او الشركات تركز عليه اكتر في مجال الدعايه والاعلان، اللي هو يهتم بمجال الدعايه والاعلان لان هو ده تقريبا الحاجه الاساسيه بالنسبه له،
لان هو لو ما اهتمش بمجال الاداره والاعلان هو مش هيبقى باين ولا هيبقى واضح. ممكن حضرتك وانت ماشي الواجهه بتاعت الشركه اللي حضرتك داخلها ديت هي اللي تلفت نظرك اللي حضرتك تدخلها. تمام، هو ده المفروض، ده دور مجال الاداره والاعلان. في ناس ممكن يكون مش مهتمين خالص بالنقطه دي، فالنقطه دي بالنسبه له ممكن تكون بتاثر معاه في المبيعات بتاعته، بتاثر معاه في الشركه ذات نفسها، بتاثر معاه في الشهره. ممكن يكون حد بقى له سنين طويله في عنده شركه وموجوده بس هو مش باين. ليه؟ لان هو مش مهتم باللي هو يظهر واجهه الشركه بتاعته. لو ظهر واجهه الشركه بتاعته اكيد الموضوع بالنسبه له هيكون مختلف كتير جدا يعني. فهو ده المفروض اللي الناس تهتم بيه. احنا بنلاقي ناس شغاله كويس جدا بس مش مهتم تماما بالشكل بتاعه ولا بالمظهر الدعائي بتاعه. احنا المفروض لا، احنا بننصح العميل دايما اهتم بالنقطه دي. ممكن مثلا عميل يفتح في البدايه مشروع ويكون من سبب فشل المشروع دوت واللي هو يقفل بعد فتره اللي هو ما اهتمش بمجال الدعايه والاعلان، ما اهتمش اللي هو يكون ليه هويه بتاعته، ما كانش ليه عمل لنفسه مثلا لوجو مثلا من خلال مثلا الرؤيه بتاعته. نرجع للاستاذ السيد العدوي. السيد لو هتدينا نصايح لاي حد عايز يختار اللوجو بتاع شركته يعني او الاعلام التجاري، يعني انا اول حاجه بنصحها اللي هو يختار اسم كويس. الاسم اول حاجه، الاسم يشتغل قبل اللوجو. قبل ما هو الاسم، هو اللوجو هيبتدي يبتدي من بعد الاسم. تمام. لان الاسم دوت هو يعني هو ده اللي هينتشر او هو ده اسمي في السوق ومن خلاله انا هتعرف. فانا لازم اول حاجه براعيها الاسم. طيب اللي هو الاسم. تاني حاجه براعيها برضو كل انا يكون الاسم يكون سهل وبسيط، مش اسم معقد. يكون سهل جدا، كلمه او كلمتين بكتير، بحيث ان يبقى سهل على الحفظ واللي هو يعني ايه سهل التنفيذ كمان، يعني من ناحيه التنفيذيه يبقى حاجه يعني سهله. يعني احنا لو شفنا برضو الشركات الكبيره مثلا نايك كلمه واحده، اديداس كلمه واحده، كودك مثلا، كلها شركات واخد بالك اسماء بسيطه، كانت كلها ملهاش معنى اصلا بس هي قدر يربط المنتج بالعلامه التجاريه. تمام. فدي النصيحه الثانيه، يعني اللي هو يكون الاسم سهل وبسيط يعني. تمام. بالنسبه النصيحه الثالثه يعني يكون ليه هدف. الاسم يكون ليه هدف. ليه هدف. تمام. بحيث برضو لما يكون ليه هدف مربوط بهدف مثلا هدف اجتماعي، هدف بيئي، ايا كان الهدف دوت، ده بيعمل انطباع عند العميل. يعني انت بتربط العميل بتاعك بالعلامه التجاريه بتاعتك. فلازم يكون ليه هدف مش مجرد يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم اكثر. حضرتك في المجال من امتى؟ زي ما ذكرنا الاستاذ، انا في المجال بادئ المجال دوت بالظبط من 2002، يعني تقريبا 18 سنه. من 2002 ما شاء الله. طب لما حضرتك انضميت لشركه ماتريال كان ازاي؟ هو بالتعاون بالتعاون مع التعاون. انا شغال مثلا زي استشارات في العلامات التجاريه، بنستشير وبنبتدي يعني استراتيجيات، بنعمل استراتيجيه للعلامه التجاريه بحيث ان احنا نبتدي ننفذ صح. مثلا اللوجو ده هيتنفذ على ايه؟ استاذ محمد بيفيدني جامد جدا في الموضوع دوت، او ماتيريال بتفيد في الموضوع ده، لان هي هتوفر لي الخامات اللي انا هقدر انفذ بيها اللوجو او العلامه التجاريه بتاعتي. طيب حضرتك شايف ماتيريال بين الشركات الدعايه والاعلان ازاي او فين بالظبط؟ لا، من الشركات اللي بتخطط، يعني الشركات اللي انا بنصح لاي اصلا اي شركه حابه تنفذ اللي هي تتعاون، لان هي فعلا هتساعد. يعني استاذ محمد لسه بيتكلم على موضوع اللي هو يقدم خدمات لشركات الدعايه والاعلان. بالظبط. لا الموضوع بصراحه انا اول مره استضيف حد بيكون عايز يبقى فيه تعاون. ايوه ما هو هيبتدي يقدم خدمات كويسه جدا يعني. فاي شركه دعايه واعلان هي مش ما عندهاش كل حاجه. فالاستاذ محمد لا بيوفر لهم فريق عمل كويس جدا، خامات كويسه، بيقدر يقدم لهم وقت، بيقدم لهم جوده. فكل ده هيفرق برضك مع شركات الدعايه والاعلان اللي هو بيقدم لها خدمات. لا هي في ماتيريال من الشركات اللي هي بتفكر استراتيجيا صح، يعني اللي هو بالفكر التعاوني او البيزنس شير يعني. جميل. طيب اسمح كنت قبل الهواء محضرين مفاجاه او مش طبعا هو إيه طبعا عشان موجودين مع حضرتك النهارده. ربنا يحفظك يا رب. نورتونا طبعا، نورتوا بنمصر والله. احنا عندنا خصم 50% على المنتجات الخشبيه. 50%؟ لمده اسبوع ان شاء الله. اسبوع من النهارده. طب زي المشاهدين الحقوا 50%. تمام. وكان في حاجه محتاجه اقولها بصراحه. اتفضل يا فندم. هو من الاسباب الرئيسيه لنجاح الشركه عندنا بصراحه هو فريق العمل. الايه؟ فريق العمل من اسباب نجاح الشركه عندنا اكيد طبعا. فانا حابب بصراحه ان انا اوجه لهم الشكر اللي هم فريق عمل مخلص جدا في عمله. لكل فرد موجود جوه الشركه فعلا بيتعامل اللي هي دي شركته. فانا حابب ان انا اشكرهم جدا لان هم السبب في وجودنا والسبب اللي هم في الانتشار اللي احنا فيه. فشكرا ليهم جدا يعني. طيب
حضرتك بما ان حضراتكم يعني ناجحين وفي مجال يعني من بدري، واللي هو لا انت اصلا انا اتعلمت مجال وكملت فيه وعملت فيه برضو مشروع يعني، لو هتنصح اي شاب نصيحه بما حضراتكم خبره طبعا، اللي هو ما يخافش ولو عنده حلم فعلا، اللي هو الشباب طبعا معظم الشباب دلوقتي تايه، فاللي هو خايف برضو يجازف ويدخل. انا بنصح برضو اي حد بيفتح بيزنس جديد ان هو يخطط له صح. تخطيط اهم حاجه، التخطيط علشان تقدر تعمل بيزنس ناجح. الموضوع بيحتاج دراسه وبيحتاج تفكير وبيحتاج خطط وبديل، وان نشوف خطط بديله وناخد خبرات، نسال ناس قبل مننا، يعني الموضوع محتاج تخطيط. تخطيط طبعا. هو كل الموضوع عن تجربتنا، اللي هو ما يخافش. انا كنت مثلا انا شاب يعني، فانا ممكن يكون كنت ببقى قلقان وكنت ببقى مثلا خايف ان انا ممكن اخد الخطوه، اخد مثلا المجازفه ديت. بس انا بصراحه لا، انا بنصح اي شاب اللي هو ما يخافش ويجازف، حتى لو يعني المجازفه نجاح عموما. المجازفه نجاح، ده شعاري على فكره، المجازفه نجاح. تمام، بشكر حضرتك جدا. وكل النجاح يبدا بحلم. اكيد طبعا. بشكر حضرتك جدا، وكنت سعيد جدا والله باستضافه حضرتك. شكرا ليك يا استاذ فريد. وبشكر شركه ماتيريال بصراحه، انا ما كنتش اعرفها بس بعد حضرتك ما كنت معانا هي النهارده يعني. شركه ماتيريال انا هلحق الخصم اللي هو 50% هلحق 50% هخلص لها واجري على طول. بشكركم مشاهدينا الكرام طبعا، وانتهت الفقره الاولى، وبعد الفاصل معانا الفقره الثانيه مع زميلتي مها وزميلتي رضوى، وهنتكلم اكتر عن موضوع العنايه بالبشره والعنايه بالشعر، وضيفتهم طبعا الاستاذه عبير متخصصه للعنايه بالبشره والشعر. فاصل ما تروحوش بعيد.